وعشاق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي. أيها السادة، لقاؤكم اللحظة مع فرقة التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة المغربية في هذا المسلسل. السنيورة جاكلين. السنيورة جاكلين مسلسل اجتماعي إنساني في 30 حلقة عن قصة ليلى جاكلين من تأليف الأستاذ الحسين دراجي. ضبط الصوت وسجل الحلقات الحسين الخرمودي ومحمد الناجي. تنفيذ الإخراج حميد زيان. السنيورة جاكلين اقتبسها بتصرف وأخرجها محمد أحمد البصري. الحلقة 29. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je retourne à Paris? Non, que tu viennes me chercher maintenant à l'aéroport Mohamed V à Casablanca. J'ai pris le second vol après toi. Tu sais très bien que j'ignore ce que je devrais faire pour te rejoindre. À moins que tu ne veuilles me laisser passer la nuit entière à l'aéroport. Allez, viens vite, je t'attends à la cafétéria ici. Très bien, j'arrive tout de suite. Mouchkile. لالا جاكلين خلط عليا حتى لهنا وراها كتنتظرني في مطار محمد الخامس. انا مضطر نخلط عليها. ايوا ما كاين مشكل، ساعتين مشي ومجي وانت هنا. مرحبا بك لهنا. واش فيها بالعكس فرصه نفرحوا بها. ما تقدرش تصور الوالده شحال كتمنى ترد لها شويه الجميل. هي ولاني زعما حيت نجوا هنا. نجوا انسانه متقفه وواعيه، ولكنها مراك كل النساء. لا الواليد مناش خايف لا يمشي يخلق شي مشكل. يا ودي بالعكس، غادي يبغي حتى هو يظهر ليها مكانته وقيمته، وخصوصا لما صبح صاحب شركات ومصانع. راك عارف الواليد صبح كيبغي يشوف اعجاب الناس بمواهبه. اعتقني به بعدا وقول له يتكلم ليا. انا نديكم المطار. انت صاحب هذه المناسبه وتخليهم وتجي معنا. شحال هذه؟ 7. العشاء اللي مهم غادي ينزلوها حتى 10، وحنا في 9 نكونوا هنا. طيب هيئ لي الاجواء مزيان الله يخليك، وصي لي غير الوالده ونجات. واخا يا سيدي كون هاني. شتي هذا المشكل؟ هذا الولد ما خلى لي وجه مع الناس. علاه الحاج اللي جا لدارك جا لعارك؟ نسيتي الفرحه ديال جاكلين لما كنا عندها؟ نسيتي الاهتمام الكبير اللي اهتمت بيا والوقوف ديالها معايا؟ ايه ولاني دابا الناس واقوال الناس. ومن بعد ومن بعد الحاج، حنا احرار في دارنا وعلاقة ولدنا بهاد شاكلين كل شي عارفها. مزيان نقطعو العجب سرطو. وبيني وبينك ما فيها ما يتعب، بنت لطيفة وغزالة ودكتورة قد الخلا. بقات فيا نجوى. نسى خلاص، نسى هاد الموضوع. إلا كانت هاد شاكلين مكتبة لولدنا ما عندنا ما نعملو، وإلا ما كانتش مكتبة له على الأقل تدي ما تعود علينا. بحالاش زعما تدي ما تعود؟ ايوا نكرموها نفرحوا بها نغرقوها بالهدايا وهذا الشيء ضربوا الراسي. المهم انت نسى موقفك معاها وفرح بها، باش الا كان في قلبها شي حاجه من جهتك تزول. طيب لا نستقبلوها بالحليب والتمر والطباله والغياطه، راهم ما جايين حتى هما وصحاب الدقه. كنوصى عليهم الحاج ابراهيم ودوز ليلة معتبرة دايز هالكلام ويصبح ويفتح. ايوا شفتي هانتا دابا عجبتيني. شوف الحاج، والبيت اللي فرشناه غير بتيه وميواتيه نعطيوها تنزل فيه، بغيتها تحس باننا فعلا فرحنا بها. هادشي اللي بالك لا ايوا يكون خير. هي بدات بالكرم وحنا ماليه، تدوز معنا شي يامات واخا ما تكتبش لولدنا، تبقى ديما كتفكرنا بها. من الاحسن نمشيو فحالنا، عيطي لباك يجي يدينا لدارنا. وعلاش هادشي يا ماما؟ حيت جاكلين ما جا، ومن بعد باش كيهمنا حنا هاد الموضوع؟ كيفاش باش كيهمنا؟ يستقبلوا خطيبه ولدهم باش يغيدوك ويناكيوك في عظامك. هادشي كان ممكن هادي شحال لما كان تفكيري محدود، وامالي في هاد الحياه كلها هو نفوز بزوج نحبه ويحبني. اما دابا مستقبلي رسمته بنفسي، وحتى حد ما احسن من حد. ايوا يرضي عليك بنيت، هكذا نبغيك. الا جاب معاه هو الدكتوره، حتى انت يا بنيتي دكتوره وغزاله، ومليون واحد احسن منه يتمناوك. وزيدون كل واحد كياخذ اللي مكتب له. ما عرفتي الخير فين هو ماما؟ يا بنيتي انا بعدا عمر قلبي ما كان كيحب هاد الشيء هو معلل.
اللي نتوما عاملين له القبة والهندريزة. اجي اجي سيري بدلي عليا هاد الكسوة اللي انتي لابساها. مالك ما كتسمعيش الكسوة الحمراء راني عاملها في الصنطة، واخا انتي ما بغيتيش بغيتي تكوني غير عادية في البسك. ما سمعتش كلامك وجبتها بالعاني معايا. هاديك غتردك طرية قمرة غزالة، لما كتلبسيها كتولي فسك الاخر. الله يهديك ماما، قيمة الانسان ماشي في اللباس، قيمته في اشكون هو، ماشي في اشنو كيملك او كيلبس. واحسن لباس هو لباس الاخلاق، هو الثقافة. صافي الا بغيتيني نبقى هنا عملي اللي قلت لك. كيف تجدين اجواء انا؟ يا للروعة، هل أنا في يقظة أم في حلم؟ وماذا تظنين؟ هذه ليلة من ليالي ألف ليلة وليلة التي سبق وقرأت عنها الكثير. أتمنى أن تجدي سعادتك في وجودك بيننا بالمغرب. أنتم تقيمون في قصر رائع عظيم، حدثني عنه ولكن لم أكن أتصوره بهذه الفخامة وهذا الجمال. هذا طراز عربي أندلسي تذكرنا عظمته بحضارتنا العريقة وأمجادنا الغابرة. سترين في بلد المغرب ما يذهلك ويبهرك. قل لي، من هي تلك الجميلة الحلوة التي كانت مع نجاة طوال الحفل ذات الكسوة الحمراء؟ إنها الدكتورة نجوى ابنة عمي. خطيبتك؟ كانت. والآن؟ بقيت فقط العلاقة العائلية، دعينا من هذا الآن. أمك امرأة رائعة، قبلتني بعمق وحنان، والدموع في عينيها دموع الفرحة والحب الصادق. أمك ملاك يا عزيزي، وجدت فيها حنانا صدقني لم أجده حتى في أمي. ووالدي ألم يضمك إلى صدره تقديرا وابتهاجا؟ نسيت كل ما كان، ووجدت فيه رجلا قوي الشخصية. وشنو قالت لك علينا؟ ما تخبي عليا والو. قالت لي انتوما ساكنين في دار عظيمه كتفكرها في ليالي الف ليله وليله. المهم اتبهرات بجونا وبحراره الاستقبال. ايه، وقالت لي امك انسانه طيبه ورائعه، وشعرتها بحنان ومحبه ما جبرتهمش حتى فمها. وباك باك اش قالت عليه؟ عنده شخصيه قويه، حسيت بانها ولات معجبه به ونساد ديك الصورة القديمة. ولكن اللي عجبنا بزوج بصراحة هي ديك الكاسيت فيديو ديال المعرض ديالك. عرفتي اندهشنا بزوج للنجاح العظيم اللي حققتي، وكنت كنترجم ليها كل كلمة تقالت عليك، وصمت تاخذ الكاسيت وتعمل صورة أخرى وتدير لك دعاية في بلادها. لا 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 لا، أنا في عارك ما قد تعلى فضيح وشعورة. بالعكس أنا كنشوف العكس، أعطيتي لكل إنسان معوق درس في الكفاح والاجتهاد والإحساس بالثقة في النفس. وراها عوالة لما تنزل في الصباح تهنيك، عرفتي هي كتفرج في الشريط والدموع ما سحاتش من عينيها تقدير وإعجاب. الحمد لله وليدي، الحمد لله اللي فتح بصيرتي ونور طريقي وعطاني القوة والعزيمة باش حققت هذا النجاح. تبارك الله عليك الوليدة، أعطاك الله الصبر القوي والعقل الكبير، وربما والله أعلم كتب عليك الله ديك الحديثة باش تبان هاد العبقرية ديالك اللي كانت مخبية وبانت. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. صدق الله العظيم. البارح اتفقنا أنا والحاج إبراهيم باش في آخر هاد الشهرين إن شاء الله دريب الصداق والعرس. موافق؟ ربي يحفظك الوالدي. إيوا اللي وافقتوا عليه انتوما حتى انا موافق عليه. وتسكنوا معنا هنايا في الدار لا انت ولا خطيبتك؟ كاين شي مانع؟ لا لا، عاد تكلمنا على هادشي. وانتوما على ما نبني داري حتى انا نسكنوا هنا معكم. يا وليدي الدار كبيره، هذا اوتيل ماشي دار. الحمد لله عليها نافعاني في المناسبات السعيده بحال هذه دابا. المهم مراتك تكون على خاطرها وتكون باغيه. كنعرف بعض الزوجات كيفضلوا يسكنوا وحدهم مع رجالهم، هو في الفعل تقار مزيان، ولكن راك عارف الا سكنتو في الفوقي بحال الا عايشين في دار اخرى. ايه الوالد قابلين قابلين. ايه الله يفكرنا في الشداش. بغيت نقول لك ايه، غادي تكون رهن اشاره خاك علال والضيفه ديالو. نعم بالسياره طبعا.
سبحان الله يبغيو يسافروا لبعض المدن المغربيه او الشواطئ. اي هي الوالد قالها لي علال وقلت لي انا راني موجود انت كون فين ما بغيتو. وشوف مراتك حتى هي الا بغات تمشي معكم. مرحبا بكم في قناه تاخذ الموافقه الحاج براهيم واخا قرينا الفاتحه المعقول يكون هذا الموضوع خلي لي انا ناخذ راي الحاج فيه وعاد نخبرك. اللي جاء على خاطرك الوالد. الله يرضي عليك انت ولدي الوحيد اللي عمري ما كان جبر منك شي معارضه في شي حاجه. ايوا ما كتقول غير الحق والواجب الوالد. طيب سيدة دابا شوف خاك شوف شنو هو البرنامج ديالو. برنامجنا يا عزتي كالاتي: زياره الى مدرسه البنات التي تديرها الوالده. نعم تماما هذا يسعدني كثيرا. ساخذ معي الكاميرا كما قلت لك بالامس. قد اصبح صحفيه ناجحه بفضل هذا الروبورتاج الذي انوي القيام به. وعندنا ايضا في برنامج اليوم زياره سريعه لبعض مصانع الوالد لتكوني فكره عن بعض اعماله لخدمه البلد. هذا رائع. من يدري ربما شجعت والدي على التعاون معكم في هذا المجال. فوالدي كما تعلم هو الآخر صاحب مصانع. ولماذا؟ ألسنا في عصر العولمة؟ جلال أجبرتيني قلت جاكلين على برنامج اليوم. بغي تزور المدرسة الوالدة والمصانع الوالد الجديدة. وقالت ماشي بعيد تشجع بها يشارك في مشاريع الوالد. قلت لها أنا ما دمنا في عصر العولمة علاش لا. وحاجة أخرى لازم ما تزوروا مراكش تلقاو علي موجج لكم سهرة مراكشية على الطراز الشعبي. ما كيسكيل دي ماذا يقول؟ يدعونا لزيارة علي في مراكش. بالطبع مراكش شهرتها العالمية جعلت كل الناس في أوروبا يعشقون زيارتها. مرحبا بكم لالا على الراس والعين. أو ماروك فو سوري توجور لي بيانفوني. ميرسي بوكو. ودي يا جلال كيف قالت جاكلين مراكش مدينة عظيمة شهرتها وصلت للعالم بأسره وما كانش هناك في أوروبا اللي ما كيتمناش يزور مراكش. مراكش الجميلة جوهرة الجنوب. والله بنتي أنا بعد ما بقى فيا الحال كنا وكنتو وصرنا وصرتو كان يبقى فيا الحال لو كان بنتنا كانت تنتظر سيادته حتى يتخرج الدكتور ويجي يتزوج بها إلى أرضه هو. أما دابا الله يعاوننا ويعاونه. ولكن هذا التلاعب بعواطف الناس ما معنى يخطب بنت عمه ويشغل لها تفكيرها ويخرج معها ما هي مرة ما هي زوج أو في الخر يتم جينا بأجنبية. أخايت باش حسن من بنتنا أشنو اللي زايدة عليها؟ أش هاد الكلام كتقول يا الحاجة؟ شفتك بحال إلا ما عجبك حال. معلوم ما يعجبني حال. أمي ما كنتيش هكذا من قبل كنتي كتمنى يخطبني شي واحد اخر براني من غير ولد عمي علال. ودابا اشنو جاك؟ جاتك الغيره من الفرحه اللي فرحوا بها جاكلين؟ ولد عمك يا حسره هو اولى بيك من غيره. وحتى انتي ماشي سهله راكي دكتوره تبارك الله والزين واللطافه والاصل. ايوا وشنو اللي بدلك وغيرك؟ هادشي كيدوخ الدماغ. صافي وانا نفهم. اشنو اللي فهمتي بسلامة خيرك؟ انا غنقول لك لما ادانا الحاج عثمان معاه المصانع الجديده اللي بنا وشافت الخدامه وشافت الخيرات وهي تبهر ضغط الطريق كلها وهي كتعايرني حيت انت ما عرفتي ما تعمل في حياتك وديتيها غير في الوظيف وخرجتي كترقع وقالت لي الرزق قليل وطيح فيه الدبان. كل واحد واشنو مقدر له الله في رزقه. ولاش البكا دابا؟ ندينا عاوتاني. لا اش كاين عاوتاني؟ مالك على هاد البكا؟ مالك؟ ايوا معلوم البكي ونعيط اللي يبكي معايا ملي كنشوف خيرنا غادي يديه غيرنا ما نتطعنشاي ونتفقس وطيح لي اليد مع الرجل. ولا اني الحاج عثمان راه ماشي راجل ما كاينش يسمح لولدو يتزوج باجنبيه وهو خاطب بنت عمه. اسمح لي يا عمر اسمح لي. الله يعاونه مالالا حتى بنتنا ما بقى عندها غرض بشي حد الحمد لله. ها هي شقات طريقها باراده وعزيمه وايمان قوي. ايوا ومني قلش خاك عمر كراعو وتجيب الرانيات جمع رزقنا وتديه بارد مبرد. رزقنا؟ ايه معلوم رزق خاك بحال رزقك ورزق ولادك. لا راه عنده ولاد والله يهديك
والله يمسك عليه ويطول عمره ويصرفوا عليه. اش هاد الهضره عندك الحاج؟ الله يهديك. عالم سخيف، ما بقيت كنفهم والو. ايوا ها انت طيرتيه لها بهذا الكلام ديالك. البنت كتحب الولد وكانت عاقده عليه امل كبير، ها هي مسكينه تصدمت. غير كيجيب لك الله مسكينه، دابا ربي يسهل عليها فما احسن منه. موت يا حمار. ايوا وقتها يا سيدي، وانت اشنو موفر بسلامتك لهاد البنت؟ من غدا الى تخرجات بس غتبني لها عياده وتزهزها، ولا غير الفم شوش بهاد المعاش ديالك اللي ما كيكفيناش حتى العيش بس نعيشه، ناوي تفتح عياده لبنتك بهاد الشيء؟ الله يجيبك على خير. راه كاينين الابناك وكاينين التسهيلات، وكل واحد ناجح ما جا شيء ونجح نهار الاول لازم من الكفاح. ايوا صافي صافي، فاهمه البقيه. الكفاح من اللي حليت عيني في الدنيا وانت كتسمعني هاد الاسطوانه. الكفاح ايوا حتى لاين حتى نمشيو عند الله بالحرقه في قلوبنا ياك. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، وجرها مع هاد المراه. احرت معاك احرت معاك يا هاد المراه طول وعرض. ولا بغى النعاس يزورني، معلوم مصانيع وحركه واموال داخله خارجه، صبات استعليهم بالملايين. اللي كان في القيصريه كانت الامور كتبان لي عاديه، اليوم الاموال بدات كتحرك، غادي ندخل سوسه بيناتهم حتى يجريو على داك المونيكات جاكلين. الحمد لله اللي ما بقيناش بعاد. صافي ما كاينش اللي ينفعني في هاد المهمه قد السعديه مرات الحاج جديده، غادي يكون كيعطي قيمه لكلامها حيت الحب الجديد. ايوا اسمح لي يا الحاج، انا من طبعي ماشي فضوليه، انت عارف هاد الشيء ولا لا؟ ايه معلوم، ديما داخله سوق راسك، وداك الشيء علاش انايا كاع حبيتك وتزوجت بك. ولايني الا وصلت السك الهضم نبقى ساكته ونتفرقع بالفقصه بوحدي، ولا نتكلم وندوي حتى انا على حقي؟ لا بالعكس، قلقاتك شي حاجه قوليها، انا ما نبغيش اللي يطيرولك او يكدرك بكلمه، انت اعز مخلوقه عندي في الدنيا كلها. ربي يخليك ليا يا الحاج، انت هو سيدي وتاج راسي والهلا يخطك عليا. قولي لي اش كاين؟ مرحبا بكم. شنو اللي مقلقك؟ سمعتي شي حاجه؟ هذيك جاكلين ما حملتها ما قبلتها. ها على على غير انت اللي ما حملهاش، وخليها على الله وخلاص. ويلي المراه كتشوف فيا غير بطرف العين بحال انا عدوتها ولا في نظرها شي مجرمه. واخا يا سيدي عثمان حاولت نعمل معها اكثر من جهدي، نتبسط معاها ونتهلا فيها بالشهيوات، والحاجه الرفيعه كنزلها لها قدامها بحال شي خدامه عندها ولا اكثر. اي عارفه 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 بنتي عارفه. غير البارح عرفتها كتهضر عليا مع علان وكتطلع فيا وتهبط وتشوف فيا بطرف العين وهي مخسره وجهها، وباش زعما تطعني وتفقصني كتنوض كتجري وتمشي لعند الحاجه وتبقى تعنق فيها وتبوس. ولما شافتك انت ماجي خنزلات فيك بواحد الشوفه السلامة يا ربي، تقول واك اللي هرزقها، ومشات درقت وجهها بحال ما عندها غرض تشوف فيك. دابا انا غير مسعف معاها حتى تمشي فحالها بخير وعلى خير، ومن بعد عندي كلام اخور وعارف اش غادي نعمل. هادي لمشات حتى عشت معنا يا سيد الحاج، تخلي الدار وتشتت الشمل اللي هادي سنين وهو مجموع، وتشعل عوافي اجا ما طفاها الله يحضر السلامه. اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله، هاد جاكلين بيا ولا بها؟ يستحيل يستحيل تكون ولدي زوجه ابدا ابدا ابدا. قام بتشخيص الادوار الممثلون والممثلات فاطمه بن مزيان، نعيم المشرقي، محمد احمد البصري، المحجوب الراجي، رشيده الحرار، صفيه الزياني، احمد الناجي، الشعيبيه العذراوي، عبد الله العمراني، بن عبد الله الجندي، محمد رشدي، محمد خدي، حسن مكيات، بشرى وينتي، اكرام، بالاشتراك مع هنيه الغاشي، حميد زيان، الحسين الحايل، علي جمال. إلى اللقاء في حلقة جديدة من هذا المسلسل.